مساءً المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. نجدد معكم اللقاء الأسبوعي، وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. كنيسة القيامة تفتح أبوابها من جديد. استقبال ذخائر القديس شربل في كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي. وفيها أيضاً نورسات الأردن تزور بيت الأطفال في عنجرة. أهلاً بكم. عادت كنيسة القيامة تفتح أبوابها لكل الحجاج القادمين من أنحاء العالم بعد قرار تاريخي اتخذته الكنائس في القدس بإغلاق أبوابها رفضاً للقرار الإسرائيلي بفرض ضرائب على كنائس المدينة المقدسة وعقاراتها وممتلكاتها. التقرير التالي يسلط الضوء على مجريات القرار. أعلن غبطة البطريرك ثيوفيليوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال الأردن وفلسطين أنه تقرر إعادة فتح أبواب كنيسة القيامة بعد إغلاقها بقرار من رؤساء الكنائس في القدس، احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الكنائس وعقاراتها من خلال قرار فرض ضرائب المثقفات على الكنائس وممتلكاتها والحجز كذلك على حسابات الكنائس البنكية. وقال غبطته أن تراجع السلطات الإسرائيلية في قراراتها سمح لنا بإعادة فتح أبواب الكنيسة القيامة، حيث أعلننا حين إغلاقها بأننا لن نتراجع عن خطواتنا الاحتجاجية إلا إذا تراجعت إسرائيل عن قراراتها ومشاريعها. وأوضح بأن الكنائس لم ترغب يوماً بأن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، لكن التمادي في محاولات استهداف الكنائس دفعنا لاتخاذ هذه الخطوة نادرة الحدوث في تاريخ كنيستنا. وأشاد غبطته بالدعم الذي تلقته الكنائس في هذا الموقف من جلالة الملك عبد الله الثاني بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، حيث دعا جلالته الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن قراراتها الأخيرة. وبعد انتهاء الأزمة قام المقدسيان وجيه نسيبة المسؤول عن فتح وإغلاق كنيسة القيامة وأديب جود الحسيني أمين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة وحامل ختم القبر المقدس بالحضور فجر الأربعاء الماضي إلى الكنيسة، وسلم الحسيني المفتاح لنسيبة الذي قام بدوره بفتح بابها الرئيس الذي كان يقف أمامه العشرات من الحجاج المسيحيين القادمين من خارج الأراضي الفلسطينية والمصلين من أبناء الرعاية، حيث رفعوا الصلاة فيها بعد إغلاقها لثلاثة أيام. ومنذ ذلك اليوم تمتلئ ساحة الكنيسة بالحجاج والمصلين الذين يقفوا على أعتابها وبابها مرددين التراتيل وحاملين الصلبان والشموع. وكان القرار الإسرائيلي ضد الكنائس المسيحية في القدس وما تلاه من غلق لكنيسة القيامة قد أثار غضباً عربياً وعالمياً، واعتبر محللون ونقاد أن إغلاقها لو استمر أمر مأساوي لما سيلحقه القرار من ضرر كبير على السياحة في الأراضي المقدسة، حيث تعتبر هذه الكنائس الوجهة الأولى للحج المسيحي، كما تبقى القدس منارة للانفتاح على العالم ورمزاً للتعايش والتسامح في العالم كله. أقيم في كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في تلاع العلي بعمان قداس احتفالي بمناسبة وصول ذخائر القديس شربل التي ستبقى موجودة في الكنيسة ليحظى المؤمنون ببركة وشفاعة هذا القديس. المزيد في هذا التقرير. احتفلت رعية قلب يسوع الأقدس للاتين في منطقة تلاع العلي في العاصمة عمان باستقبال ذخائر القديس مار شربل، حيث أقيم قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمعاونة راعي الكنيسة الأب علاء مشربش وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور جموع من المؤمنين والأخوات الراهبات وأبناء الجالية اللبنانية المقيمة في الأردن. يسوع
أنا مقيم عهدي معكم ومع نسلكم من بعدكم. المسيح مات مرة من أجل الخطايا، مات وهو بار من أجل فجار، ليقربكم إلى الله. وفي بداية القداس رحب الأب مشربش بالمطران الشومالي وبالأب مارسيل يوسف ممثل دير مارمارون في لبنان وبجوقة سيدة طاميش لإحيائها مع جوقة قلب يسوع الأقدس القداس الإلهي، كما شكر جميع الحاضرين ومجموعة كشافة ومرشدات الكنيسة لتنظيمها مراسم القداس. وألقى المطران الشومالي عظة القداس التي ابتدأها بتحية لجميع المؤمنين الذين حضروا من لبنان خصيصاً للمشاركة في هذا القداس الاحتفالي بحضور ذخائر القديس شربل، حيث قال: أمام ذخائر القديس شربل الذي يزورنا من لبنان لنطلب شفاعته بما نحتاجه أفراداً وعائلات، لنطلب بشفاعته من الله تعالى أن يحمي وطننا والأرض المقدسة وسائر مناطق الشرق الأوسط الملتهب لكي ينعم علينا بالسلام والمصالحة. القديس شربل يمتاز بأنه صانع معجزات. المئات والألاف من المؤمنين يزورون قبره سنوياً ويؤمون مزاره من كل الكنائس والأديان لكي يطلبوا نعمة أو بركة أو معجزة، وهو كريم مع الكثيرين. وخلال القداس قدمت السيدة ماريان أندراوس شهادتها حول المعجزة التي حصلت مع قريبها وشفائه بشفاعة القديس مار شربل. عم بخبروني أنا اتضحكت إنه أنا عارفة في شيء من الأردن عم يشتغل معنا مار شربل. اللي بدي أقوله اليوم إنه الحرب بترد الصاعقة المدمرة. يعني مار شربل كان من الأردن، هو ساعدنا، تضرع لأجلنا. يا قديس لبنان والأردن والعالم، آمين. وجرى خلال القداس تطواف لذخائر القديس مار شربل لتوضع في مكانها الدائم بالقرب من مذبح الرب ويتبرك منها جميع المؤمنين، كما رفعت أيضا أيقونة القديس شربل لتبقى داخل الكنيسة. وفي نهاية الاحتفال تم تقديم درع الكنيسة كعربون محبة للأب مارسيل يوسف على جهوده في إيصال الذخائر ومشاركته في القداس. وعشية استقبال ذخيرة القديس شربل أحيت جوقة سيدة طاميش في ذات الكنيسة أمسية قدمت خلالها مجموعة من الترانيم الخاصة بالقديس شربل. وفي ختام الأمسية شكر الأب علاء مشربش راعي الكنيسة الجوقة والحاضرين والأب أنطوان سلامة مقدما له وللجوقة باسم رعية قلب يسوع الأقدس درعا كعربون محبة على زيارتهم الأولى للأردن وأحيائهم لهذه الأمسية. يشار أن جوقة سيدة طاميش قد تأسست عام 2007 من قبل الأب أنطوان سلامة وتضم 35 مرتلاً ومرتلة تابعة لجامعة الروح القدس الكسليك في لبنان. أكيد نحن فرحانين اليوم أنه نجي على الأردن تنحيي هالأمسي اليوم رسيتال ديني اللي بتحيي جوقة دير سيدة طاميش. دير سيدة طاميش هو موجود بلبنان بالمتن، هو تابع للرهبانية اللبنانية المارونية. هيدا أول مرة هالجوقة بتجي بريت لبنان. كان لنا حظ نجي على الأردن تنحيي هالأمسية بمناسبة وجود ذخائر مار شربل بالأردن. Nina,
أقيمت في كاتدرائية البشارة للروم الأرثوذكس في منطقة العبدلي بعمان خدمة مدائح العذراء التي لا يجلس فيها، حيث ترأس سيادة المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا خدمة التقاريض لوالدة الإله بمعاونة عدد من الآباء الكهنة ومشاركة جموع من أبناء الرعية. وابتدأت الخدمة بدخول موكب مجموعة كشافة ومرشدات عمان الأرثوذكسية حاملين أيقونة للعذراء القديسة، ويشار أن خدمة مدائح العذراء في الكنيسة الأرثوذكسية تقام طوال فترة الصوم المقدس كل يوم جمعة، وفيها تكون الطلبات والابتهالات موجهة كلها لوالدة الإله. يا مرضيك يشرق وسرور، افرحي يا من بك قد بكين الله، افرحي يا اشتياطة أدم الساكت، افرحي يا نزاتك ومنا الملقاي ونكي، افرحي يا من بك سارا خالق طفلا، افرحي يا روسا لا أروس لك. اجتمعت لجان أسرتنا الرعوية التابعة لمكتب الرجاء المسيحي في دير اللاتين بمحافظة الزرقاء لمناقشة الخطة السنوية الخاصة بها لعام 2018. التفاصيل في التقرير التالي. تحت عنوان امرأة فاضلة من يجدها فإن ثمنها يفوق اللآلة، انعقد في دير اللاتين كنيسة الرسل في الزرقاء اللقاء الأول للجان أسرتنا الرعوية التابعة لمكتب الرجاء المسيحي بحضور سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن والمطران سليم الصايغ المرشد الروحي للجنة أسرتنا واللجنة المركزية بعمان ولجان الرعاية من مختلف المحافظات. واستهل اللقاء بقداس إلهي ترأسه المطران سليم الصايغ بمعاونة الأب إياد بدر راعي كنيسة الرسل والكاهن المساعد جيوفاني وعدد من الشمامسة. وتحدث المطران الصايغ في عظة القداس عن فضيلة التوبة قائلا: إن فضيلة التوبة تعني أن نفرض على ذواتنا تضحيات صغيرة حبا وإكراما للرب، وأن نمتنع عن الطرق التي كانت توصلنا للخطيئة، وأن نتنبه للإهمال وللفتور وللعادات السيئة الموجودة فينا. فضيلة التوبة أن تفرض على ذاتك تضحيات صغيرة حبا وإكراما للرب، أن تمتنع عن الطرق التي كانت توصلك إلى الخطيئة، أن تنتبه لإهمالك لفتورك للعادات السيئة الموجودة فيه، مثلاً الحلفان، مثلاً سرعة الغضب، مثلاً عدم الصبر، مقاطعة الإنسان الآخر في كلامه عندما يعود الإنسان إلى نفسه ويطلب من الرب النعمة والنور لكي يرى نقائصه وخطاياه. ما أكثر النقائص الموجودة فينا ونحن نهملها، والرب في زمن الصوم يطلب منا أن ننتبه لنفوسنا لكي نكون على أتم استعداد. وبعد القداس ابتدأ اللقاء بقراءة للتأمل الصباحي، ثم قدم سيادة المطران ويليام الشوملي محاضرة حول فضائل سيدتنا مريم العذراء داخل الأسرة جاء فيها: إن منظومة الفضائل والقيم التي عاشتها سيدتنا مريم لم تتغير، لأن الفضيلة تبقى ذاتها مع تغير الزمان والمكان، ومريم تبقى المثال، وهي المرأة الفاضلة التي يسأل عنها الإنجيل في سفر الأمثال: امرأة فاضلة من يجدها، وعلينا أن نقتدي بها. المتواضع محبوب في أي مجتمع، في أي مؤسسة بتلاقي الناس المتواضع بتأمن عليه، بتثق فيه، بتحبه، بتحترمه. والمتكبر بيقولوا الله يبعد عنا الشر، لأنه زلمة مشكلجي أو وحدة مشكلجية. المتواضع يتعلم من أخطائه ويبدأ من جديد.
الله يعطي نعمته للمتواضعين. التواضع يجنبنا سقطات كثيرة، لأن المتكبر يثق بنفسه فيسقط أكثر من اللازم فيسقط. في سفر الأمثال بيقول: قبل الانحطام الكبرياء، وقبل السقوط ترفع الروح. يعني الإنسان بسقط بسبب ترفعه أكثر من اللازم. هون ننهي الموضوع عن التواضع، بنقول إنه مريم كانت مثال في التواضع، عرفت قدر نفسها وربنا رفعها. وفي مشاركة للمطران سليم الصايغ أشار فيها كيف نكون فاعلين داخل الرعية والعائلة، وكيف يكون لدينا الحس الروحي والإيماني في مسؤوليتنا عن بعضنا بعضا أينما وجدنا، فلجان أسرتنا عليها هذه المسؤولية لمختلف حاجات الرعية. وخلال اللقاء تم طرح الخطة السنوية للجنة المركزية واللجان الرعوية لعام 2018، حيث التقت اللجان في مجموعات للحديث حول الخطة السنوية وكيف سيتم تطبيقها على أرض الواقع. واختتم اللقاء بمحاضرة للدكتورة عبير الفار بعنوان: بناتنا لآلئنا الثمينة، تربية الفتاة داخل الأسرة. بجوار كنيسة سيدة الجبل للاتين في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون، يطل بيت الشباب مريم العذراء أم الرجاء، الذي يعنى برعاية الأيتام ومن ليس لهم معيل. فريق نورسات الأردن زار المكان وأعد التقرير التالي. نشكر ربنا على كل الإمكانيات اللي برضه بيقدمها لنا، حتى لو احنا مش عاملين حسابها، ولكن الله دايما بيرعانا. بنحاول اللي احنا يعني نعيشه اللي هو جو عيلة. إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. في بيت مريم العذراء أم الرجاء التابع لكنيسة سيدة الجبل في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون، انطبقت هذه الكلمات على الأطفال اليتامى والشباب والشابات الذين لم يجدوا معيلا لهم. عندما زرنا هذا المكان لمسنا الحب الوالدي الذي يفيض من القائمين على البيت. الأب يوسف سلامة كاهن الرعية والمشرف على البيت حدثنا خلال لقائنا معه عن بداية تأسيس بيت الأطفال وطريقة متابعتهم حتى يتمكنوا من أن يصبحوا مسؤولين عن ذواتهم، حيث يحرص البيت على إعادة تأهيل الأطفال وتنمية تربيتهم تربية إيمانية، إلى جانب العمل على دمجهم في المجتمع المحلي ومساعدتهم صحياً وتعليمياً وتربوياً. اكتشفنا الاحتياج ده من حوالي 13 سنة. اكتشفنا الاحتياج للأردن بشكل خاص، مش للأيتام فقط، ولكن لبعض الناس اللي عندهم ظروف مختلفة، وخصوصاً للأولاد والبنات، وبشكل خاص من المسيحيين، علشان يكون في تكوين ديني وتكوين تربوي. عشان كده ابتدينا نفتح البيت من أكثر من 15 سنة للبنات، وبعد كده الأولاد جوا بعدها بعشر سنين، فتحنا بيت الأولاد هون. ما كانش عندنا مكان كبير، ولكن استقبلناهم في بيت الخوارنة في بيت الكاهنة، وده يمكن علشان في احتياج كتير لبعض الظروف الخاصة، مش بس الأيتام، ولكن في ظروف معينة للفقراء، للناس الفقراء والمحتاجين، وفي بعض العائلات اللي مرات كتيرة احنا بنصلي السنة دي من أجل الأسر والعائلات، وكمان في تفكك أسري، فبعض الأمور فيها تفكك أسري. احنا بنساعدهم لحد ما بيكبروا، لحد سن التوجيه، لحد ما يكونوا شباب يقدر يواجهوا المجتمع
ويتحدوا ظروف الحياة، ودي مهمتنا اللي احنا نحاول نساعدهم لحد ما يكونوا رجال قادرين على المسؤولية. ما عندناش شروط معينة للأفراد اللي بتيجي هون، بس مجرد مش أكتر إن بيكون في من خر الرعية أو من الكنيسة كتاب إنه اللي فيه ظروف خاصة إحنا بنقدر نستقبلهم بسرعة وبقلب مفتوح لكل جميع الناس اللي ممكن يطلبوا مننا أي مساعدة. كمان في نفس الوقت إحنا بنستقبل، كمان بنعيش هنا بمساعدة الناس كتير من أصدقاء عنجرة بشكل خاص، في مجموعة تكونت اسمها مجموعة أصدقاء عنجرة علشان بتساعد هذه البيوت، بالإضافة لبعض الهيئات اللي ممكن بتساعدنا، وكمان بتعضدنا كتير الكنيسة سيدنا المطران وكل الكنيسة سيدنا وسيدنا البطرك كمان بيعضدونا دايما، ساعدونا كمان في بناء بيت جديد للأولاد. علشان كده بنشكر ربنا على كل الإمكانيات اللي برضو بيقدمها لنا حتى لو احنا مش عاملين حسابها، ولكن الله دايما بيرعانا. بنستقبله من سن 12 سنة لحد ما يكمل 18 سنة لحد سن توجيهي. بعد توجيهي المفروض هو بيبتدي يكون نفسه ويبتدي يعتمد على ذاته. احنا بنساعده طبعا، بنساعده بالمتابعة المستمرة سواء كان في الجامعة او سواء في العمل، احنا بنساعده ونتابعه، مرات كتير بنوفر له فرصة عمل مناسبة ليه، ودايما بنبقى دايما في زيارة وتسأل عليه دايما بطريقة مستمرة، وخصوصا لو هو ما كانش ليه حد بيبقى فيه متابعة اكتر، ولكن مرات كتير بيبقى فيه ليه عائلات، بس بتبقى المتابعة بطريقة يمكن مش قوية زي ما لما ما يكونش لي أحد ممكن يتابع معه. أكثر من مرة وقعنا في ظروف مادية، ولكن الله بيبعت المعين في الوقت المناسب. يعني مرات كتير بيبقى عندنا ظروف مش لاقيين نجيب الغاز مثلا، الجو خصوصا في بداية الشتاء، وفجأة بنلاقي حد بيتبرع بيقول لنا تمن الجاز علينا احنا، والظروف كلها بالحمد لله كل حاجة احنا عايشين بها من خلال العناية اللي هي اللي بترعانا دايما. الراهبة مريم إحدى راهبات رهبانية الكلمة المتجسد اللواتي يقمن على الرعاية الكاملة للأطفال والاهتمام بهم وباحتياجاتهم ومتابعتهم. حدثتنا عن دورهن داخل البيت واليوميات التي عشناها مع الأطفال. عندنا عدد بنات وأولاد، عندنا من عمر 8 شهور، عندنا كمان جوزنا 2 هاي السنة، عندنا بالجامعة تقريبا عندنا كل الأعمار، عندنا 34 واحد. هنا بيت الأطفال من عمر 3 سنوات وفوق يعني، وبعدين هناك في بيت للصبايا، وتحت عندي لأبونا في عنده الأولاد. إحنا بنستقبل الأطفال عن طريق للكنيسة خورنة الرعاية بكل الأردن تقريبا، عندنا الأولاد من كل المحافظات عندنا، أو عن طريق كاريتاس. إحنا بنستقبله من هو بداية يعني حياته هو صغير، ولو حتى ظروفه ما بتسمح إن هو في يعني يقدر يكمل عند الأهل أو هيك، إحنا بنعتني بدراسته بأكله بشربه، حتى ما يوصل الجامعة كمان إحنا لازم نشوف هذا الموضوع، حتى يعني ما يقدر ياخذ هو المسؤولية لحاله انه هو يقدر يفتح أسرة وخلاص يعني أموره تمام، فهيك بيكون يعني. وإحنا عندنا خبرة إن إحنا عندنا كمان بنتين اتجوزوا،
فحتى متجوز شفناهم ان هم مبسوطين مع جوازهم، بس حتى الان بنسأل عليهم هيك يعني، بس يعني هيك احنا بنهتم فيهم يعني، يعني بنحاول ان احنا ما نتركهم لحالهم. عام 2017 احتفل بإنشاء البناء الجديد لبيت الشباب، بيت مريم العذراء أم الرجاء، الذي يعمل على تأمين حياة كريمة وسكن كريم للأيتام، ويقدم خدماته الإنسانية دون مقابل، ويأوي بين جنباته من ضاقت بهم الحياة ليكون لهم السند والمعيل. أن تعين يتيماً هو أعظم عمل يمكن أن يسعى الإنسان إلى القيام به، لأن الرب خبأني في مظلته وسترني بخيمته وعلى صخرته قد رفع. وقعت جمعية الكاريتاس في الأردن في مقرها بعمان اتفاقية تعاون مع مؤسسة SOS for Life Foundation البولندية بحضور ممثلين عن الجهتين، وتقضي الاتفاقية بالتزام المؤسسة البولندية بتقديم خدمات في الأراضي المقدسة ودعم الأنشطة الدينية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في الأردن من خلال تقديم المساعدات ودعم المجتمع المحلي من المحتاجين واللاجئين. وأكد مدير الجمعية وائل سليمان أن هذه الخدمات التي ستقدمها المؤسسة البولندية من خلال مطرنية اللاتين في الأردن ستركز على الجوانب الإنسانية والإغاثية إلى جانب دعم البرامج السياحية في المنطقة. المؤسسة معنية اليوم بخدمات عم بتقدمها للأراضي المقدسة، من فترة تواصلوا من خلال مطرنية اللاتين مع كاريتاس حتى يصير في تعاون ودعم، تحديدا المؤسسة معنية بالأقلية المسيحية الموجودة في مناطقنا بالشرق الأوسط وتحديدا في الأردن اليوم. فالمؤسسة اللي برأسها كاهن أبونا توماس، واحدة من المؤسسات العريقة في بولندا، اليوم معنيين بدعم المسيحيين في الأردن من خلال كاريتاس ببرامج، حتى برامج سياحية بدهم يشجعوا السياح من بولندا ليزوروا الأردن، وبرضو مساعدات إنسانية. إلى هنا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. كنيسة القيامة تفتح أبوابها من جديد. استقبال ذخائر القديس شربل في كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي. انعقاد اللقاء الأول للجان أسرتنا الرعوية في الزرقاء. نورسات الأردن تزور بيت الأطفال في عنجرة. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.